أنا زينة، نحن جينا يا زينة. وينك خالة زينة؟ خالة زينة وينك؟ يوه يا ربي، خلاص يعني ما في فيديو اليوم، ما راح ينزل لكم فيديو. جو البزورة خلاص، ايش نسوي عاد؟ اول شي هادي طلع الكورة برا. كم مرة اقول لكم؟ كل يوم اشرح لكم، كل جمعة تيجوا اشرح لكم، لا تيجوا تلعبوا في الغرفة عندي. ليش تلعب في الغرفة عندي؟ خير؟ ما شاء الله تبارك الله، الحوش ايش فيه؟ روح العب، ايش مقصر معك؟ روح العب هنا. ماما لي دخل، ماما قالت روح العب عند زينة. وانت التانية روح العب بالسكوتر حقك برا، يلا مو هنا. انتوا شايفين المساحة حقت غرفتي؟ ترى مرة صغيرة، روح العبوا برا. يو ماما تقول لنا روح العبوا عند زينة، وزينة ما تحبنا. يا ليتنا جلسنا عند عماتنا، عماتنا يحبونا ويلعبوا معانا، اما انت من يوم ما نجي بس خاصمت خاصمت خاصمي. ايوه يا هيا يا ام لسانين، ايوه بس خاصم. شوفوا انتوا كيف اول ما تجي تدخلوا كيف عنده غرفتي، تخربوا لي هي، تقربوا لي هي، كل شيء يضيع عندي في الغرفه حرفيا. بس انتوا تجوا عندنا البيت ليش كذا؟ السلام عليكم زينة حبيبتي، ليش بك معصبة كده؟ حبيبتي نحن طالعين دحين نزور عمي، انتي قلتي قريب ما بتروحي معانا، خلاص نحن رايحين، خلي الاولاد عندي كمان انزل معاهم السوق واشتري لهم الشنط واغراض المدرسة، كل حاجة يبغوها اشتري لهم هي. يلا مع السلامة انا طالعة. يا سلام انا مرة متحمسة اروح مع خالة زينة السوق، اكثر فقرة انا احبها. يلا يا خالة زينة بسرعة خلينا نروح السوق، انا مرة متحمسة ابغى اشتري اغراض المدرسة. خير انتوا ايش قاعدين تسووا طول الاسبوع؟ ليش ما رحتوا اشتريتوا اغراض المدرسة؟ يعني اليوم اللي انتم جايين هنا، هي يوم ما تيجي بتزور عمي تقوم تجيبكم هنا عنده وتقول لي روح اشتري اغراض السوق؟ وخير فين الفلوس؟ ترى انا مو بنكر راجحي. يلا روحي قولي لامي خليها تجيب الفلوس بسرعة حقت الاشياء حقت المدرسة. زين ابو اسالك انت ليش شرانية؟ ليه انت كده مرة شرانية؟ كل الناس طيبين، اللي انت شرانية؟ اول شي زينة في عينك، ثاني شي انت جالس تلعب هنا في غرفتي وكمان ما تبغاني اعصب ولا ازعل. يلا اقول انزلوا تحت دحين لا انفجر عليكم بسرعة. الله، هذه هي الشنطة اللي انا بحلم بيها، انا ابغى هذه الشنطة، هي حلمي هذا. بس انت وياها ولا واحدة لا تمسك اي حاجة، انا اللي راح امسك الاغراض واقول لكم ايش تاخذوا. لا مو على كيفك، مين اللي بيروح المدرسة؟ نحن اللي بنروح المدرسة ولا انت؟ امكم قالت لي انا اللي اشتري لكم الاغراض، فانا اللي راح اختار، انتوا اختاروا اللون اللي انتوا تبغوه وانا اشوف الشيء المناسب. ايوه صح 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 صح، خلاص اوكي انا موافقة، خلاص زينة راح تشتري لي. عيب، قولوا خالة ايش اللي زينة؟ انت شوية تبي خالة زينة، شوية تبي زينة، ليه هو نحن على كيفك؟ انا بقول زينة كده، اليوم تبي زينة بكرة تبغي خالة زينة. هلا تعال شوفي هذه الشنطة، انا مرة عجبتني هذه الشنطة، يا حقة اطفال مرة صغار، انا ما ابغى زي هذه الشنطة. اوكي انا اوريهم كيف، انا باخذ الاغراض على كيفي، باخذ اي شيء يعجبني وبكيفهم، يروحوا البيت يتفاجئوا بالاشياء. انا اللي اخذتها اول، ما راح اعطيك هذه الشنطه، والله تعطيني هي، انا عجبتني، انا اكبر منك، انا اللي اختار الشنطه اللي انا ابغاها، مستحيل والله ما راح اعطيك هذه الشنطه. 2000 years later. ها خلاص كده خلصت، خلاص نمشي؟ لا لا ما خلصنا، انا ابغى هذه الشنطه، وهي تقول هي عشان هي اختي الكبيره، انا اعطيها هذه الشنطه وانا اللي اخذتها اول. ايوه صح انا الكبيره، انا اللي اخذ الشنطه اول. لا خلاص اللي اخذتها اول هي اللي راح تاخذها، خلاص انت تبغي هذه الشنطه يا هلا. ايه انا ابغى هذه الشنطه. يلا يا هيا اختار انت كمان شنطه، هذه بس خلاص يكفي، يلا بسرعه تعالي انت كمان اختار شنطه. مابا انت خلاص اختاري لي اي شيء، انا عادي يعجبني اي شيء منك. خلاص ايش رايك تاخذي هذه الشنطة يا هلا؟ حلوة والله عجبتني وتشبه شنطة أختك، بس أنت أزرق وهي موفي، يعني نفس الشيء اللي أنا أخذته لكم هو. أنت شو أخذتي لنا؟ ليش ما ورتينا الشيء اللي أخذتي لنا هو؟ لما تروحوا البيت تشوفوا، يلا بسرعة عند المحاسبة. خلاص كده أنا ما أبغى مشاكل، كل واحد فيكم ياخذ الشوز اللي يعجبه بسرعة، بعود من 1 لـ3، ما أخذته أنا بختار بطريقتي زي باقي الأغراض اللي هنا أخذتها، 1 2 3، يلا بسرعة بسرعة كل واحد ياخذ الشيء اللي يبغاه. الله هذا الشوز اللي أنا من زمان أبغاه، مرة عجبني حبيته. يا رب يكون الشوز مو زي حقها، يا أنا ما أبغى بس زيها، أنا أبغى الشوز لحالي وهي لحالها، كل واحدة فينا يكون بشكلها. خلاص أنا اخترت هذا مرة عجبني. زينة أنا أبغى هذا، خلاص اخترت هذا المداس أنا يا زينة.
ايوه كده خليكم يا حلوكم وانتوا تسمعوا الكلام، يلا بسرعه خلونا نحاسب يلا عشان بوديكم مكان الايس كريم بسرعه. تعيش خلي زينه تعيش والله تعيش. اهلا نورتوا المكان، ايش طلباتكم؟ انا ابا ايس كريم بالفراوله ولا اقول لك بالتوت ولا اقول لك بالبرتقال ولا بالموز ولا ايش اختار انا؟ طب انا ايش احب؟ هيا ساعديني، انا ايش احب من الايس كريم؟ انت تحبي الايس كريم اللي بالمانجا، يلا خليها تجيب لك بالمانجا، وانا ابغى بالفراوله وهذه يبغى بالموز. خير مين قال لك انا ابغى بالموز؟ اقول لك انا ما ابغى بالموز، ما ادري جيبوا لي اي نكهه ثانيه غير الموز، ما ابغى الموز. سمحتوا ممكن تقولوا لي ايش طلباتكم؟ اتفقوا يلا وقولوا لي طلباتكم. اسمع اعطيني 3 آيس كريم بالشوكولاته وواحد بالفراوله ويعطيك العافيه يا قلبي. هاي انت زينه، مين قال لك تجيب لي بالشوكولاته؟ انا ما احب الشوكولاته اصلا، تجيب لي حساسيه. انا ما طلبت بالشوكولاته، انا ما ابغى بالشوكولاته، ابغى بالفراوله. اكيد اللي طلبتيه بالفراوله حقي صح؟ لا يا روحي، اللي بالفراوله حقي وحقكم انتوا الثلاثه بالشوكولاته على لون شعركم انتوا الثلاثه. يلا خلصوا علينا بسرعه خلونا نمشي، يلا كل واحده تاكل الايس كريم حقها بسرعه يلا. الله شكرا خلا زينة، مرة حلو الآيس كريم. يلا نبغى نشوف المريول حقي بسرعة، أهو في الكيس عندك هنا، يلا افتحي وخذي وشوفي. بحب أشوف إن شاء الله يعجبني. بس ماما شوف الشنطة حقتي اللي عجبتني، كيف حلوة ماما صح؟ لا هذه ما هي حقتك، حقتي أنا، هي هاتي بسرعة الشنطة حقتي. يو ما تنسى ما شاء الله تبارك الله، هذه خلاص شنطة هذه وهذه حقتي يا ماما. حلوة الشنط كلها، يعطيك العافية يا زينة. الله يا هادي لبس المدرسة حقك مرة حلو يجنن. يمو بس هذه موديلات قديمة، نحن ما نبغى هذه الموديلات. يو هذا اللي موجود في السوق. لا في موديلات تانية، أنا جبت لكم حاجة على قد فلوسكم، أقول البس أنت وياها بسرعة المليار خلي أمكم تشوف. يو طيب أنا ما عجبني المريول مرة، شوفي ماما كيف شكله، ما هو حلو الصراحة، قديم زي حق العام الماضي، ما أبغى أنا زي هذا المريول، أنا قلت لك يا ماما أبغى مريول شكل تاني. أنا أعطيني حقي خليني أشوفه. ها حتى أنا كمان زيها؟ طيب أنا بس راح ألبسه. الله شفتوا كيف مرة يجنن، قولوا لها شكرا يلا. لا مو شكرا، مو حلو المريول. اقول بس خلاص انتوا الاثنين مره زودتوها، والله جزاي الله خير، رحت اشتريت لكم وتركت المونتاج حقه والاشياء اللي انا قاعده اسويها، ترى عندي حاجه اهم منكم. يلا بس اقول بس يا زينه خلاص كبري عقلك، هذول ترى اطفال صغار، تبي تحطي راسك براسهم؟ انا قلت لك الاشياء حلوه ويعطيك العافيه، خليهم هم بكيفهم اذا ما عجبهم. صحيح هذه واحده حقت هيا والثانيه حقت هلا، وانت عاد شوفي تبي تعطي مين الورديه ومين تبي تعطيها الصفراء. وانا وين حقتي؟ وين حقتي يا زينه؟ ما جبت لك، خلي ابوك يروح يشتري لك. زينه انت شكلك اليوم صاير لعقلك شيء، ايش بك؟ هم ثلاثه توائم، تشتري لهم كلهم، ما تشتري الواحد وتترك الثاني. انا اشتريت للبنات اللي موجوده الالوان، ما في حق الاولاد، اصلا هي 2 بس اللي كانت موجوده، انتم متاخرين فوق كده كمان، قولوا الحمد لله اني لقيت لكم هذه الاشياء. ما شاء الله تبارك الله، اشتريت اغراض المدرسه؟ بالعافيه عليكم يا حبايبي، والله انكم احلى اطفال في الحياه، ما شاء الله الله يحفظكم. مين راح اشتري لكم هي؟ زينه هي ما شاء الله تتعب دائما معاكم وانتم ما تحترموها، ولا بتخربوا لها دائما غرفتها. خلاص انا بسوي لكم غرفه هنا تحت عشان انتم تجلسوا فيها، دائما تخربوا زينه غرفتها. يا ماما ايش بك انت كمان؟ تراهم هم اطفال صغار ما يعرفوا ولا حاجه، هم مره صغار دوبهم فاهمين الحياه. هذول اطفالك اطفال؟ هذول جنون ما هم اطفال. وش كيف كسروا لي الدولاب حق المطبخ؟ كاسات المطبخ ما بقوا لي ولا كاسه، ايش بقيتوا اصلا في البيت؟ خليتوا بيتي كله مقربع وخربان.